شفت امبارح لعنا عن الشقة ورجع هو قالوا انه اتهمونا تهمة جماعة لواط جماعي. اجى اثنين من الدرك من المخفر سكنت الحلو واخذونا بسيارة على المخفر. كنا الموجودين بالشقة كنا 5 اشخاص، اخذونا على المخفر. بالمخفر اصطروا عناصر الشرطة يقولوا لنا انه اشياء بلا يعني اخلاق وكلام بذيء يعني بالشتيمه، وانه كان نحن لاجئين سوريين انه جايين تتوسطوا هون، انه فوق ما انتم عاملين ببلدكم مشاكل وحرب. واكلنا يعني ضربونا كم كف كل العناصر بس، وصاروا حقوا معنا ويسالونا شو كنتوا عم تتساووا بالشقة وكيف عم تمارسوا الجنس مع بعض. بعدين نحن انكرنا هالشيء وما اعترفنا، لأنه نحن ما كنا بنعمل هالشيء، نحن كنا قاعدين عادي عند الزلمة صاحب الشقة ولا ما عم نعمل هالشيء. اجوا قالوا لنا لا انتم كنتوا عم تعملوا لواط، وقلنا له انكرنا هالشيء. اجوا قالوا لنا طيب نحن بنوقفكم، وقفونا لمدة 3 ايام. اخر يوم جابونا اجا اثنين من حبيش، واحد برتبة نقيب او ما بعرف شو رتبته، والثاني كاتب بيكتب ورا. اجا صار يحقق معنا ويسالنا اشياء، انه انتم كنتوا بشقه فلان الفلاني عم تعملوا لباط. قلنا انكرنا هالشيء. بعدين قلنا بدنا نجيب الطبيب الشرعي نفحصكم، نحن قلنا انه لا ما بدنا. بعدين قلنا لكن تثبت عليكم انكم انتم عاملين شيء. اجت نحن بالاخير خضعنا انه نجيب، اضطرينا يعني يجيبوا لنا الطبيب الشرعي لانه مشان ما ننسجم زياده. جاب الطبيب الشرعي وفحصنا، ونحن عم نفحص صار اللي معه من حبيش يفوت علينا يفتح الباب، وانا من الناس فتح علينا الباب وانا عم فحص، وفحص كان كثير سيء. حتى الدكتور كان وقتها متلبك ومش مرتاح وقت الفحص. الدكتور ما حكى ولا شيء، ما ولا سال ولا شيء، بس انه تشرح وانا بفحص ما عمل شيء. وشرحنا عادي، وكان الفحص عن طريق الايد مش عن طريق اي مكان ثاني. احنا كثير مشاعرنا بالبلد بكرامتنا ومشاعرنا باساسنا، حتى طريقه الفحص تبعتنا كان كانه يعني مثل وحش، طريقة كثير وحشية وبشعة. الدكتور كان كثير ملبك، طلبنا الرحمة منه، أنا أحد الناس طلبت إنه يرحمنا، لأنه منا هينا الفحص ومنا هينا هالشيء، فما جاوبني أبدا، قال لي بس إنه خليني أفحصها. وكان الباب بالفعل ينفتح علينا من عناصر عنا بلاش، ونظرات عنا كانت كثير مختلفة وبشعة، كم النظريين أكثر من أبناء جاي يعني. وكانت التحقيق معنا كثير بشعة، كل واحد على جنب، ويجي لعندي عناصر مثلا يقول انه رفيقك اعترف انه انت كنت عم تعملوا لباطة، انه ممكن اشياء بالفعل ما كان في شيء، يعني لو انه حدا خبر اعترف كان لازم يصير عندي خوف انه انا معقول انه، بس ما كان في شيء ابدا. بس انا شفت بالنهايه على المعنى شفته عم يكتب انه لا يوجد اي خدوش او احمرار او اي اثر جانبي للشرش. وقت توقفت طلبت اتصل بالامم ورفضوا، قالوا لنا هذا الشيء مو من حقكم، انتم تصلوا بحدا مهم اكثر من الامم من اهلكم كذا، قالوا ما عندنا نحن حدا. كان التعامل معنا كثير بشع، اسلوب كثير وسيم. كانت النظره اللي عندنا فيها يعني شيء ما بينوصف، كانت الفرشه كلها وسخ وامل، وكان الحمام تواليت طايف، مشروب طايف عندنا جوا، واكثر من يكون سيء اسوء من سيء. كان يطلع علينا من الطاعة كمان من طاقة الرب، ويقولون انه مين كان العروس ومين العريس، انما طلبنا اكل كمان يعني اقل حق انا طلبنا ناكل. قال انتم ببلدكم قاعدين خرا يعني خلص كله خرا بعض، اهون كلمة قالوا لنا اياها. فبعد 3 ايام فعلا نحن تحت كفالة وقعنا عليها بالنفر بيش، وانحرمنا من كل اماكن انه نتعصى نحن، وتحذرنا انه اذا نتعصى يتوجه لنا نحن إساءة ونسجن وما حدا يعرف نحن عنه. ونقعد تتقرب على الشقة، أول شغلة شقة
الشخص اللي كنا عنده. ممنوع نتواجد بالك ان يكون فيها مثلا انه تعنينا مثلا يكون فيها جايزة او شيء مثل الروش رملة، انه اذا نحن وجهنا معرفة قالوا لا انه نحن وجهنا سنة نعرفها. اذا نشوفكم بهالمطار هنعرف كيف نتصرف معكم ونوقفكم، ولو بيجي الله وراكم نعطيكم.